معلم انا معي 1000 ليره وبدي اخذ اغراض. دنيا الله يرجعنا الايام هذيك. بدي موبايل. عم تحكي معي جد يعني؟ عم تمزح معي؟ هاي ب 1000 ليره. ال 1000 ليره هاي هلا حتى الولد الصغير لما بتعطيه برجالك يا يعني. اليوم معي 1000 ليره، نزلت على السوق تأشوف شو فيني اخذ وشو فيني اشتري من السوق. رح جرب حظي بمحل الموبايلات، يمكن اقدر اشوف لي شي موبايل ب 1000 ليره. مرحبا معلم، كيفك؟ معي 1000 ليره. ايوه بدي موبايل. انت معي جد يعني؟ اي والله جد. هلا قبل انا كان فيني اشتري موبايل ب 1000 ليره. غلطانه بالعنوان او شيء، فايت على محل بقالي عفوا، حتى محل بقالي ما بيجيب لك شيء 1000 ليره. اولي ايه انا معك، كان يجيب لك جهاز صغير عفوا، قالوا ايه معقوله بس اليوم 1000 ليره لسه ما بتجيب. طب حمايه ما بتجيب لك؟ حمايه كمان ما عندي شيء ولا شيء. مرحبا كيفك؟ معي 1000 ليره بدي اخذ موالح، شيء مرتب ما دام عندي 1000 ليره. ايه 1000. شو هاد؟ عم تمزح معي؟ هاي ب 1000 ليره. هاي ب 1000 ليره، شكرا. يعني اخذها مسامح ب 1000 ليره، شكرا. معي 1000 ليره تشتري بنطلون هيك حلو مرتب ب 1000 ليره؟ ايه ليش مستغرب؟ تشتري بنطلون ولا تيكيت البنطلون؟ لا عم تمزح معي. لا انت عم تمزحي. لا لو عن جد. هلا قبل انا كان فيني اشتري بنطلون وبلوزه ب 1000 ليره، صح؟ قبل كم سنه؟ مو قبل كم سنه، قبل الاحداث. صح. ايام الدولار كان 45 ليره 50 ليره. اي ها ال 1000 ليره هاي هلا حتى الولد الصغير لما بتعطيه برجالك يعني. مرحبا كيفك؟ معي 1000 ليره، مع اني انا بشوف الاسعار غير 22000 24000 32000، بدي اخذ شيء ب 1000 ليره. والله ما يجي. ما يجي شيء؟ ليش؟ ما يعني ابدا. اقل شيء قد ايه فيني اخذ؟ 5 فوق 10. 5000 فوق. هاي ضيافه المحل. ايه ال 1000 ليره هاي زياده على. هاي ضيافه. شكرا لك، يعطيك العافيه. معلم انا معي 1000 ليره وبدي اخذ اغراض، شو فيني اخذ هلا؟ ما في شيء بس يعني هدول القطع كانوا ب 10 ليرات قبل. ايه دنيا الله يرجعنا الايام هذيك. هلا انا ما فيني لا اشتري حتى مثلا بكله صغيره شغله. ألفين. اه ما في شيء ب 1000. لا اسف يعني حتى هاي ما فيني اشتري ب 1000. قطعه 2000 ليره. معلم انا فيني اخذ شيء ب 1000 ليره؟ بس فيك تشم. اشم بس؟ اشم يعني عادي ب 1000 ليره. منيح انه واحد يشم كمان، منيح صراحة. معي بس 1000 ليرة، بترضى؟ لا بدي 2000، ما اخذ لوبي. ما بترضى حتى ب 1000 ليرة؟ لا ما ليرة شو اسمه؟ لون 2 ليرة محمد رفض عليها لانها كثير كثير. سبحان الله النصيب اخذت 1000، شكرا يعطيك العافية، شكرا. يلا يعطيك العافية، الله يرزقك. مثل ما شفنا اليوم بكل سوريا اليوم 1000 ليرة ما بتجيب شيء، ونادرا جدا بتلاقي شيء ب 1000 ليرة سوريا.